مرحبا. أصعب شيء على الإنسان لما يعرف أنه ممنوع من أكل الحلو، فالسكر من أساسيات الأكل والنكهة الطيبة وفوائده ما بتخلص. اكتشفوا العلماء أنه بكتيريا اسمها إيكولاي تقدر تمتص السكر من المخلفات الزراعية وتحوله لوقود، وبهالطريقة صار فيها نستغني عن استعمال البترول يلي سعره أغلى وأثاره سيئة على البيئة. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي مستقر مسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة، رطوبة عالية عم تتخطى 80% على السواحل، الهواء قوي شوي، الرؤية جيدة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 29 درجة، ومننبهكم أكيد لخطر أشعة الشمس وخطر الحرائق يلي بيرتفعوا طيلة فترة الصيف، فانتبهوا كتير منيح. اليوم طقسنا بلبنان صافي مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت بين 24 و 32 وفوق جبال بين 20 و 28 بالأرز بين 13 و 24 بالبقاع بين 18 و 32 وبجنوب بين 20 و 29 درجة. وهلا بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من عكار حيث عم بتسجل عكار 20، طرابلس 25، جبيل 26، ومن بعدها بيروت 26 درجة، وصيدا 26، وأيضا بسور 26، 23 بنت جبيل، 22 نبطية، رشيا 22، زحلة 27، بعلبك 24، وأخيرا الهرمل 24 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 60 و 80%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الريح بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة وبكرة وبعد بكرة، خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 21 و 32، وبكرة بين 22 و 32 درجة، ونهار السبت بين 22 و 32 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الكويت 42، بغداد 32، ومن بعد الجزائر 27، تونس 33، وأخيرا برلين 23، ومدريد 24 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.